اهلا بكم من جديد. حقيقة في رسالة طيبة محتاجة ان انا اقراها مع حضراتكم. الرسالة دي بتقول: انا مبسوط وسعيد جدا، سعادة غير قادر على وصفها، بمبادرة رئيس الجمهورية وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لاعطاء الشباب، وانا واحد من اصحاب الرأي، حياة جديدة ودمجهم في المجتمع وطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، واتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على العفو وتوظيفي بشركة البترول في الصحراء الغربية. بداية حياة جديدة، أشكرك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها. ويعني هذه كانت الرسالة الطيبة وهذه الكلمات المؤثرة الحقيقة، دي كلمات الأستاذ روفا سلومة الصريحي. هذه الرسالة من أحد الشباب المفرج عنهم بعفو رئاسي في شهر يوليو الماضي. تفاصيل هذه القصة ايه وهذه الرسالة المؤثرة؟ احنا معانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ روفا سلومة الصريحي المفرج عنه بعفو رئاسي، احد المفرج عنهم، هيكلمنا اكتر عن هذه القصة. تحياتي لحضرتك واهلا بيك معانا. حضرتك واهلا بجد اليوم السابع يا فندم. اهلا بيك. يعني في البداية خليني اقول لك الحمد لله على السلامة. يسلمك. احكي لنا بقى استاذ روفا، يعني ايه شعورك بالضبط بعد صدور هذا القرار بالافراج؟ ويعني هل انت كنت متوقعه او كنت متخيل ان هيتم الافراج عنك بعفو رئاسي؟ طبعا الحمد لله، اولا واخيرا دائما الحمد لله، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى ووالدي ودعاء اهله والاصدقاء. ولكن انا بالنسبه لخروجي بعفو رئاسي انا ما كنتش متوقعه. تمام، انا كنت متوقع اني اخرج، بس بعفو رئاسي ما كنتش متوقع به. لكن لما تم تفعيل لجنه العفو الرئاسي بقرار من السيد رئيس الجمهوريه، بلغت اخوي ان يقدم لي طلب في اللجنه. فعلا عن طريق الاستاذ كمال ابو عيط عضو لجنه العفو الرئاسي، وبكم شهر كده بلغوا انه تم قبول الطلب وان شاء الله خير. فبعد حوالي يعني دفعتين او ثلاث دفعات قوائم عفو رئاسي، انا ما كنت يعني ما كنتش متوقع ان الناس تخرج، انا ما كنتش متوقع اني انا اخرج. لغايه يوم 7 يوليو جه القرار للسجن وبلغونا، يعني الناس كلها كانت مبسوطه وفرحانه، والناس اللي خرجوا معايا. انا خرجت من في قائمه ضمت 60 اسم من اصحاب الراي، فخرجنا طبعا، وبرده كانت في فرحه كبيره خارج السجن حتى لغايه ما وصلت البيت. فرحه كبيره جدا. طيب خليني اسالك عن الدور اللي قامت بيه لجنه العفو الرئاسي معاك من البدايه، من بدايه خروجك وحتى بعد الخروج، لانه طبعا بيبقى في دور كبير بتقوم به اللجنه لاعاده دمج المفرج عنهم في المجتمع ومساعدتهم في العوده مره اخرى للوظائف او توفير وظائف جديده. كلمني عن الدور ده. طبعا لجنه العفو الرئاسي من ضمن ال يعني ضمن المؤسسات برضو اللي قامت بدور كبير جدا. يعني اللي انا اتواصلت معهم وبعد خروجي بحوالي شهرين كده اتواصلت معهم، قلت لهم انا عايز وظيفه او نرجع لشغلي، على الاقل نرجع لشغلي القديم. فاتواصلت مع الاستاذ كمال ابو عيطه، فقال لي ما فيش مشكله. الكلام ده كان يوم 20/9 اللي فات. اتواصلت معاه الساعة 12 الظهر، في نفس اليوم الساعة 2 بالليل كلمني وقال لي ألف مبروك، صدر لك قرار رئاسي بوظيفة جديدة في شركة بيكو انرجي للبترول، والصبح روح استلم شغلك. فطبعا الوقت ده اللي في اللحظة دي كانت يعني فرحة، نسيت كل حاجة اللي فاتت، يعني كأني فرحة كبيرة جدا. ما كنتش متوقع ان يتقدم طلب ويترد عليك في نفس اليوم ويتوافق لك يجيبوا لك وظيفه جديده. ده ما حصلش قبل كده، يعني ان الناس لان الناس اللي قبل كده كانت تخرج واللي يفقد وظيفته واللي ما يلاقيش فرص عمل. فلغايه انا ما استلمت الشغل واستاذ كمال استلمت الشغل بعد تاني يوم على طول مباشره. تاني يوم رحت الشركه في القاهره ومضيت على عقد اللي هو سنه، وهو بيتجدد سنه تلقائي. فاللجنه اللي متواصله معايا الاستاذ كمال ابو عيطه والاستاذ طه العرفي. يعني انا
فلوس بس لغايه ما هم يرجعوهم لشغلهم. الو، مع حضرتك يا فندم. مع حضرتك، اتفضل كمل. كلمني بقول طيب، يعني شعورك بقى اكتر، وازاي القرار ده اثر على حياتك ونفسيتك وعلى اسرتك والمحيطين بيك، ازاي استقبلوا الخبر، تحب تقول ايه يعني؟ بص يا فندم، نلاقي شغل يعني، او نلاقي وظيفه ونرجع للشغل القديم. وانا عن نفسي انا ما كنتش متوقع ان انا قلت اقدم طلب ونشوف ونجرب. فالصراحه اللي انا شفته من بعد ما استلمت الشغل، بعد ما استلمت الشغل مباشره، يعني اهلي تواصلوا معايا والناس كلها مبسوطه وفرحانه، ان يعني بالدعم الكبير اللي مؤسسات الدوله كلها اللي انا شفته بالتأكيد لاحظته معايا انا ومع الناس التانيه يعني. بالتأكيد. طب عايز اسألك على حاجة بقى، انت ايه اول حاجة عملتها اول ما خرجت من السجن؟ انا طبعا خرجت عادي، لان احنا نظام عندنا في مطروح نظام قبلي، كلنا متعاونين مع بعض، يعني مش ما عندناش ان حد يخرج من السجن او نقول له لا انت كنت في السجن او لا، عادي احنا عشنا مع بعض عادي ونتعايش وبنساعد بعض لا كلمني عن الفرحة و والاستقبال، الأهالي استقبلوك إزاي؟ أنا عايزة بقى تعيشنا معاك هذه الأجواء بقى والفرحة والبهجة. والله بص يا فندم، يعني انا لما وصلت البيت، يعني انا من ساعه ما خرجت من السجن لغايه ما وصلت البيت، الناس كلها بتتصل، الاهل والاصدقاء بيتصلوا بيطمنوا وبيباركولي لغايه ما انا وصلت البيت، فرحه كبيره جدا طبعا، بدايه من يعني ابويا وامي واخواتي والاهل كلهم. وتاني يوم عملت حفله كبيره والناس اتجمعت، وكان يوم جميل جدا جدا يعني. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الاستاذ روفا سلومي برضو السريحي، انا قبل ما اختم مع حضرتك يا فندم، انا يعني انا فيما شاهدته من دعم كامل من مؤسسات الدوله، انا يعني انا اعلن عن نفسي يعني لو متطوع للجنه العفو الرئاسي في اي حاجه هم محتاجين انا معاهم يعني. ان شاء الله ان شاء الله بالتاكيد. وقبل ما اختم مع حضرتك، يعني خليني اقول لك بحمد الله على السلامه مره تانية، ومبروك الوظيفه ان شاء الله، بنتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله في حياتك. الله يبارك فيك ان شاء الله. شكرا استاذ روفا سلومه السريحي، بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. الحقيقه انه دي احد ابرز واهم سياسات الجمهوريه الجديده بعد عوده او بدء تفعيل لجنة الإفراج مرة أخرى، لجنة العفو الرئاسي مرة أخرى عن الشباب. ودي زي ما قلت لحضراتكم يعني أبرز سياسات الجمهورية الجديدة، ودور كبير بتقوم به الدولة المصرية في هذا الأمر. والحقيقة بتولي هذا الملف اهتمام كبير جدا للإفراج عن يعني المحبوسين، وأيضا إعطائهم الفرصة مرة أخرى ودمجهم مرة أخرى في المجتمع من خلال مساعدتهم زي ما احنا ما شفنا في العودة لوظائفهم مرة أخرى. لكن في حالة أنه لسه ما زالت هناك مثلا قضايا، بيتم مثلا مساعدتهم في توفير وظيفة لهم مرة أخرى. تأكيد بنتمنى لكل المعفو عنهم التوفيق والنجاح في حياتهم. كل الشكر موصول لحضراتكم على المتابعة، وكونوا معنا دائما على شاشة التلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.